المكون التاسع هو السمك، يعني من ضمن الأحد عشر تكلمنا عن اللحوم كمكون ثامن يعني، ولكن السمك لا يصنف مع اللحوم. لماذا؟ لأن يعني هو يختلف في شرعه وفي تركيبه الكيماوي وفي تغذيته، يختلف تماما عن اللحوم، لأن السمك ليس فيه دسم مشبع، ليس فيه كوليسترول، وفيه مكونات لا توجد في اللحوم ولا توجد حتى في النبات، يعني بمعنى أنه يمتاز عن النبات بحمض الأوميغا 3 ويمتاز بالأيودين، الأيودين بالفرنسية اليود. في مكون الأيودين كذلك مكون الفيتامين دي لا يوجد في الطبيعة إلا في السمك، قليل يعني في بعض المكونات الأخرين، بعض الأشخاص كتلقاو في الانترنت بأنهم غادي يعملوا لكم في الحليب، فهذه لا خطأ. مكون فيتامين دي لا يوجد إلا في السمك بالكمية يعني المعقولة، أما على شكل أثر أو هذا ممكن أن يوجد في الطبيعة، نعم ممكن أن يوجد في الطبيعة على شكل أثر، لكن يبقى السمك هو المصدر الوحيد لمكون الفيتامين دي. في تريبتوفان، غني بالتريبتوفان، والتريبتوفان هي اللي تعطي السيروتونين، السيروتونين هي التي تساعد على النوم. في كالسيوم مرتفع، سمك فيه كالسيوم أكثر وأحسن من الحليب، من الألبان يعني لما نتكلم عن الألبان. والسمك فيه بروتينات، ليس فيه كولاجين، يعني حتى الطهو السمك هو 5 دقائق مش بحال اللحم، ليس فيه كولاجين، يعني هذا الجيلاتين لا توجد في السمك، ولذلك لحم السمك هو لحم طري، يعني لذلك جاءت كلمة طري في القرآن الكريم. لماذا؟ لأن ليس فيه جيلاتين، ليس فيه كولاجين، اللي كنسميهم بالدارجة جلاطط، هذو اللي كاينين في الحيوان لما يكبر في السن، طبعا يصير اللحم ديالو يعني صلب جدا ويطهى في ساعة أو ساعتين، لكن سمك لا، سمك ليس فيه هذه، لحمه دائما طري ولحمه خفيف ويهضم بسرعة، ليس فيه كوليسترول، ليس فيه دسم. والسمك يحتوي على التريبتوفان والأيودين والسيلينيوم ومكون الفيتامين الأوميغا 3، حمض الأوميغا 3 مع الفيتامين دي مع الأيودين مع السيلينيوم، هذه 4 مكونات الآن ضرورية وقوية لدفع يعني كثير من الأمراض على الجسم.